باتريك اسم مستعار غيرنا اسمه الحقيقي لأسباب أمنية، فهو شرطي سري. يلاحق باتريك كل يوم مهربي الميثامفيتامين البلوري، وهي عقاقير مخدرة خطيرة ذات تأثير عقلي ومنشطة، وطرق تعاطيه تكمن في الحقن والتدخين والاستنشاق أيضا. حاولوا إخفاء كاميراتكم، نحن هنا قدام سوق النموذجية حيث يبيع الفيتناميون الميثامفيتامين البلوري. في هذه الأسواق المتاخمة للحدود تباع أقفاص الطيور وعلب السجائر، فضلا عن الميثامفيتامين البلورية. إنها تجارة مربحة للفيتناميين، الإنتاج يكلف 8 يورو والبيع ما بين 25 و30 يورو. وفقا للشرطة التشيكية والتي زودتنا بهذه الصور، الاتجار بالميثامفيتامين يعد تجارة رابحة ومزدهرة، حيث يتم إنتاج 12 طنا من الميثامفيتامين البلوري كل عام في جمهورية التشيك، وتصدر للأسواق الأوروبية نعبر الحدود باتجاه المدينة الألمانية بايرويت. هنا يتجمع الكثير من مدمني الميثامفيتامين البلوري. نلتقي يوهانس وهو الذي يرتدي قميصا أحمر، هذه أول مرة يأتي إلى هنا لقضاء الليلة. أنت لأول مرة هنا تريد قطعة الترحيب بك؟ هذا جهاز تحسس المنظم لدقات قلبي وهو خاص بي، أخفيه تحت سترتي. عندما يتعثر قلبي يبعث لي إشارة فهو قادم من عدوى لم أعالجها، لأنه حين تكون مريضا جدا وأنك تتناول قطعة يحذوك شعور أنك بصحة جيدة بعدها. من الصعب جدا التوقف، فأعرف أنني بحاجة إلى توقف كامل، لأنني حين ألتقي بأصدقاء فهم يقترحون علي أن أتناول على الفور أستجيب. كل شرائح المجتمع هم يزاولون مرحلة إعادة التأهيل من المخدرات، منهم العمال وحديثو التخرج والمهندسون والطهاة سواء كانوا رجالا أو نساء. الميثامفيتامين البلوري مخدر سهل الوصول إليه، عملية إعداده بسيطة أيضا. يوجد أكثر من 1000 مختبر كمثل هذا تم تفكيكها من خلال الشرطة كانت تنشط في جمهورية التشيك. وصفة الإعداد معروفة منذ 30 عاما. النازيون هم من شجعوا على انتشارها، فقد كانوا يوزعونها على شكل أقراص على الجنود ممن كانوا في جبهة القتال. الميثامفيتامين البلوري يعتبر مشتقا دوائيا قويا جدا، فهو يحتوي على ما بين 10 إلى 20 مرة من الأمفيتامينات المستخدمة سابقا، وهو يجعل المستهلكين مستيقظين لأيام وليال على التوالي. ويلي عمره 20 سنة وهو في مرحلة تأهيل المدمنين للتخلص من الإدمان، وقد بدأ في الاستهلاك عندما كان متدربا ككهربائي. كنت فعالا في عملي وكانت مشاكل غير موجودة. الميثامفيتامين البلوري خطه طويل جدا، وكنت بحاجة إلى مساحة كما هي في نافذتي لأن أقوم بذلك. تحولت إلى شخص عدواني، وبعد ذلك انكفأت على نفسي وصرت غير مبال. عشت تجربة تشبه حالة الموت، لم تكن جميلة. يخضع ويلي لمتابعة من قبل الدكتور جوزيف، وهو كان من بين من أعطوا تحذيرا لمن يهمهم الأمر بشأن استشراء ظاهرة تعاطي الميثامفيتامين البلوري في ألمانيا. بالنسبة له هذا المخدر تكيف تماما مع المجتمع ومع أسلوب الحياة أيضا. يتماشى هذا الدواء مع نمط حياتنا. لدينا كثير من الأشخاص ممن يزورونني وهم عمال يعملون في خطوط التجميع والإنتاج على مدار الأسبوع، وعندما يذهبون إلى بيوتهم يوم الجمعة مساء يريدون الاحتفال مع عائلاتهم وأصدقائهم، وهم يجدون أنفسهم داخل هذه الدوامة المزرية، ويمكن أن يدوم الأمر طويلا على هذا الشكل. في ولاية ساكسونيا زاد عدد المستهلكين بعشرة أضعاف خلال 5 سنوات، وأصبح العدد اليوم 5000 بعد أن تناول عدة جرعات زائدة والتعرض لنوبات هلوسة. يحاول ويلي إعادة بناء حياة جديدة، وهو يدرك أن 75% من المدمنين على تعاطي الميثامفيتامين البلوري يصابون بحالة انتكاس. وحسب الجمارك الألمانية التي تقوم بعمليات تفتيش يومية على الحدود المتاخمة لجمهورية التشيك، فإن الشبكة الخاصة بتوزيع الميثامفيتامين البلوري تأخذ في الاتساع.
نقوم بعمليات حجز أقل عما كان في السابق، ولكن ننجح أحيانا في حجز كميات كبيرة على الرغم من عمليات المراقبة التي نقوم بها. أقول إننا توصلنا إلى اعتراض جزء صغير فقط من الكمية الموجودة في السوق. اتخذت السلطات الألمانية تدابير لمعالجة المشكلة، لكن بعد مرور عدة سنوات الميثامفيتامين البلوري المصنع في مختبرات تشيكية يتم تصديره إلى بلجيكا وهولندا والمملكة المتحدة.